طبعا الحمد لله على كل حال خلصنا اليوم متصدرين، لكن احنا بدينا بمشكله كبيره في الجير شيفتنج. كانت تسوي سياره كتف عندنا توصل لنا تقطع، فنحن فكرنا فيول بامب. كلمنا فريق الصيانه بعد اول مرحله قال ما اقدر اسوي لكم شيء لازم ترجعون الصيانه، فاضطرينا نمشي ثلاث مراحل بالمشكله هاي. ضيعنا وقت ثمين 30 شيء ثانيه، طبعا تاخر مركزنا، رجعنا بحيث ان نعدل المشكله هاي نضبطها. الحمد لله فزت المرحله عقب الصيانه. المرحله اللي بعدها كنت ماشي بعد على الاخر، صارت مشاكل لمنافسيني، فشفت الاوقات عرفت اني في الصداره. رحت المرحله الاخيره اضطريت اني اخفف الردم، ولو خسرت بعض الوقت على اساس ان بكره يوم طويل وراح يكون يوم رف، لازم نحتاج نختار ردم معين، وفي مرحله بتكون كثير رف بكره. نشوف ان شاء الله، تعرف الرالي في التقلبات مثل ما صار طول اليوم. ان شاء الله ان اليوم يكون يوم جيد، كان جيد بالنسبه لنا، وان شاء الله بكره يكون يوم جيد بالنسبه لنا.